مساء الخير، أني إيلا وأهلا بكم برنامج حياتنا. أسراب من الخريجين بمختلف الاختصاصات العلمية قطعوا شوطا كبيرا في حياتهم الدراسية من الابتدائي إلى الجامعة، آملين بالحصول على عمل مناسب لشهاداتهم واختصاصاتهم. وجدوا أحلامهم تلاشت وأصبحت في طي النسيان، مما جعلهم يرضخون إلى واقعهم المرير ليقبلوا بوظائف بعيدة كل البعد عن اختصاصاتهم وتحصيلهم العلمي أيضا. قبل أيام ولما أطلب تاكسي أو أطلب سيارة أجرة من إحدى الشركات، وأثناء الطريق صار بينا بنشر لإحدى إطارات السيارة. توقف الكابتن عند أقرب محل بنشرتي، فجأة صاحب المحل طلع صديق أيام دراسته للكابتن، كانوا أصدقاء في الجامعة، وأخذهم الحديث بيناتهم. وأيضا بفضولي الإعلامي المعتاد اقتربت منهم وسألت أنه طلعتوا أصدقاء دراسة. ضحك عامل المحطة وقال إي آني علي البنشرشي وهو أحمد كابتن التاكسي، والأقوى من هذا وذاك دراستنا الجامعية قسم التاريخ جامعة المستنصرية. علي البنشرشي صاحب روح مرحة وطموح جدا، عرفت بعدها بأنه رغم الخذلان وعدم تحقيق ما يصبو إليه بعد التخرج إلا أنه واظب على نيل الماجستير، وقال بكل فخر الشهادة قيمة ذاتية للإنسان حتى وإن أنكرها البعض وأهملت من قبل أصحاب القرار. أما الكابتن أحمد علق مقاطعا لعلي، صح لكن الوقت تغير، شنو اللي حصلناه من الابتدائية لحد الآن؟ شهادات وألقاب ومسميات شبع عن تراب. هذا الحديث البسيط والقصير ولد عندي حكايات وقصص وأسئلة، شنو اللي ببال شبابنا بهذا الوقت ونظرتهم وفكرهم حول الشهادة الجامعية وقيمتها؟ مشاهدينا، هذا هو محور حلقتنا لهذا اليوم، الشهادة الجامعية هل تثبت القيمة الحقيقية والأفضلية لحامليها؟ منتظرين مشاركاتكم من خلال الاتصال على الأرقام الموجودة في الشاشة، وأيضا من خلال التعليق على البث المباشر على الحلقة على صفحة قناة الرابعة في الفيسبوك. لكن قبل ما ناخذ مشاركاتكم خلونا نشوف تقرير مع الزميلة حنين العبد الله حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أحد على أهمية الشهادة الجامعية، فهي لدى الكثير الأساس لبناء مستقبل واعد من خلال حصولهم على فرصة عمل بتخصصهم الدراسي، وهي أيضا تعطي لصاحبها ثقافة ومعلومات واسعة في مضمار تخصصه. الكثير من الطلاب تخرجوا من دون الحصول على وظائف، فذهب بعضهم لممارسة العمل الحر بسبب أوضاع البلاد، خصوصاً إن البطالة في العراق في ارتفاع متزايد من عام لآخر، حتى وصلت نسبة البطالة في البلاد إلى 30% بحسب إحصائيات. يعتقد الكثير أن الشهادة الجامعية هي مفتاح لأبواب أحلامهم، فبعضهم تخرج وحقق طموحه، لكن الكثير فشلوا في الوصول إلى ما كانوا يطمحون إليه، حتى إن حملة الشهادات العليا لم يتمكنوا من الحصول على وظائف بشهادتهم التي أصبحت ألقابا ومسميات تعلق على الجدران. من بغداد، حنين العبد الله، قناة الرابعة. احنا صغار واهلنا يدفعونا للدراسه ويقولون لنا ويفهمونا انه هي سلاح، وانه احنا مستقبلنا مرتبط بشكل مباشر وكبير جدا بموضوع تحصيلنا الدراسي. لكن هذا الشيء بدا يلاحظ بشكل حقيقي وواقعي انه بدا الموضوع يختلف. يعني اليوم مهارتك هي اللي تثبت انت او تثبت لك انه انت اليوم ممكن تدرس شيء وتشتغل شيء،
ومرات حتى ندرس باختصاص معين حتى إذا اشتغلنا بنفس اختصاصنا، لكن راح نشوف إنه الواقع الدراسي يختلف تماماً عن الواقع العملي. يعني إحنا درسنا شيء واشتغلنا بشيء، فأما بالكم بالوقت الحالي اللي هو إحنا ندرس باختصاص ونشتغل باختصاص ثاني تماماً، وممكن حتى ما نشتغل بشهادتنا. اليوم أنت تحتاج المعارف حتى تشتغل، تحتاج الواسطة حتى تشتغل، أكثر من شهادتك. مع ذلك أكو بعض الوظائف بسيطة جداً وما تتطلب شهادة، صاروا يطلبون بها شهادة، صارت الشهادة الجامعية تحصيل حاصل وشي مفروض منه. يعني ما عنده شهادة جامعية ينظروا له بنظرة شوية معقولة، لأنه صارت شيء يعتبر من البديهيات أنه أنت اليوم عندك شهادة جامعية. صارت الشهادة الجامعية مثل شهادة الثانوية، فهسه ينطلب كلها ماجستير ودكتوراه. صاروا الشباب لما يكملون الجامعة ما يلقون شغل، يكملون الماجستير ينتظرون شغل، يكملون الدكتوراه وهم دا ينتظرون شغل. مع الأسف هذا حال الكثير من الشباب العراقي، من بنات وشباب رجال أيضا. مثل ما عودناكم احنا نطرح موضوع حلقتنا على السوشيال ميديا وننتظر آراء وقصص للناس حول موضوع الحلقة. احنا اليوم راح نحكي على القيمة الحقيقية للشهادة الجامعية، هل بعدها محافظة على قيمتها الحقيقية؟ فعلا هي سلاح؟ فعلا اليوم اذا خلصنا اختصاص باختصاص معين راح نشتغل به نفسه، راح نلقى به شغل؟ بعض الآراء، نقرا بعض الآراء على السوشيال ميديا شنو كانت بخصوص موضوعنا لهذا اليوم. أولى هذه الآراء طبعاً لا تخلو، أكو ناس همين اشتغلت باختصاصها، يقول اشتغلت بشهادتي محاسب ورفعت من قيمتي في السوق. رأي آخر واللي يقول اللي ما عنده شهادة ما يقبلوه حتى بغير تخصص، المهم أكو شهادة داخل جامعة متعلم، أما شهادة الثانوية أصبحت حالها حال الأمية. رأي آخر يقول صار لي 6 سنوات متخرج، فقط سنة واحدة اشتغلت كمهندس بموقع عمل ونصفها بغير اختصاصي أصلا. رأي آخر يقول ولد خالتي 2 الحمد لله خريجين، واحد كامش خط وواحد محاضر مجاني. قصة من بنية تقول أو رأيها تقول تخرجت وماكو تعيين أو أشتغل سكرتيرة، بس الشغل شوية بمذلة، الدكتورة يعني أذتني بس مجبورة أشتغل، ومع ذلك الراتب قليل، الراتب قليل كلش، ومنتظرة فرج رب العالمين. رأي آخر يقول الشهادة على قولة أهلنا تراد للزمن لا أكثر، والزمن دي يتغير يوم عن يوم، وأغلبنا اشتغل بمكان بعيد عن شهادة تخرجه. رأي آخر يقول أو قصة أخرى يقول أنا بكالوريوس إعلام إذاعة وتلفزيون، خريجة 2016 وماكو تعيين ولا حتى أمطوني فرصة. رأي آخر يقول أصلاً ما حد اشتغل بشهادته، لو عرف لو تكمل ماستر خارج العراق كلك، لو بالعراق وما تحصل تعيين، وإذا أهلية صراحة هم بيها ذلة. رأي آخر يقول مستقبل العراق من ناحية التعيينات معروف، منا الخمسين سنة جاية وراح يزداد سوء بسبب زيادة الخريجين وقلة العمل. رأي آخر أيضا يقول حتى الاختصاصات الراقية بدت قيمتها تقل بسبب الزيادة. واحد يقول خلصت إدارة واقتصاد اشتغلت صايغ ذهب، والله يا بزين زين لقيت شغل أصلا. تعليق آخر أو رأي آخر يقول إيه والله أنا مختبرات تحليلية ودخلت مجال الإعلام أعمل كمخرج، أهم شيء لقيت شغل. هسه بهالوقت وصلنا مرحلة أنه ما عندنا مشكلة نشتغل بشيء مو اختصاص دراستنا، المهم نلقى شغل أصلا. رأي آخر يقول دراستنا الأكاديمية حتى إذا تضيف
فهي ممكن تضيف 5% إذا مو أقل، لأن أو يقول أما التميز والنجاح من شخص لشخص يختلف، فهذا وعي فردي مستمد من تجارب الإنسان بالحياة، ممكن أو يمكن اكتسابه بمعلومات خارجية من غير المناهج المملة اللي عندنا. أنا اختصاصي إدارة سياحة، أشتغل عندي ستور أزياء، يعني أكيد الواضح شيء ما له علاقة بشيء. رأيي من شاب أو هو من شنو يعاني، يقول أنا خريج إنجليزي ودا أشتغل عمالة. رأي آخر يقول بالنسبة إلي عندي شهادة ماجستير الفيزياء وحاليا أشتغل بمختبر حكومي فحوصات للمواد الإنشائية. رأي آخر أيضا يقول كملت تقنيات أجهزة طبية وقدمت على وزارة الدفاع طبابة عسكرية. رأي آخر يقول أنا بالنسبة إلي دخلت لإدارة الأعمال حتى أطور مهاراتي بالعمل، وكل شيء ما استفاديت خبرتي العملية أفضل. رأي آخر يقول أنا خريج أجهزة طبية تخرجت هاي السنة وهسه أشتغل موظف مبيعات بإحدى المجمعات. مشاهدينا راح نشوف أيضا آراء الناس في الشارع العراقي حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم والاختصاصات الجامعية والشهادة الجامعية من خلال الاستطلاع مع الزميلة حنين. خلونا نشوفها. من كنا صغار كان عندنا طموح، وهذا الطموح بده يكبر ويانا. درسنا وتعبنا وتخرجنا ولزمناها للشهادة بيدنا، بس بعدين انصدمنا بواقع يختلف عن الطموح اللي رسمنا له. ما هي القيمة الحقيقية للشهادة الجامعية؟ خليكم ويانا حتى نشوف قيمتها عند الناس. صالح شقد متخرجة؟ من 2011-2012. طيب حصلتي على تعيين؟ أكيد لا. يعني فرص التعيين صارت محدودة، يا أما عندك واسطة تقدرين تحصلين تعيين، أو عندك جهة معينة داعمة تقدر تأمن لك تعيين. أما إحنا الناس العاديين فمستحيل تحصلين هذا الشيء. حتى بالشركات الأهلية، يعني إحنا هسه كمهندسين، أنا مهندسة، حتى الشركات الأهلية صارت إلا أنه بواسطة أو بمعارف إلى آخره. اليوم الكثير من أصحاب الشهادات تشوفيه يشتغل حمال مثلا، هي مو عيب، الشغل مو عيب، عمره ما كان الشغل عيب، ولا ده ننتقص من قيمة إنسان أو شيء. بس لما أنت أهلك تعبوا عليك ودرستي كم سنة، بالنهاية الشهادة تطبق وأروح أشتغل حمال؟ هواي هنا أكو يمنا بشارع المتنبي أعرفهم أصحاب شهادات يشتغلون حمامين. الشهادة الجامعية لها هواي قيم، بالأساس تعتمد على ثقافة الشخص، وأكيد تزيد من معرفته بهواي أمور، وراح تخليك تختلط بمجتمع، يعني وياك الطلبة الموجودين بالجامعة، وبالدرجة الأساس أنه يعني قيمتك بالمجتمع تكون يعني لها أكبر من خريج غير جامعة، وأيضا أنه تخلي لك مجال عمل أوسع وفرص أكثر. طيب أنت متخرج؟ نعم، تحليلات يعني خلصت شغل. طيب لقيت تعيين؟ حاليا لا، بس بسبب ظروف البلد يعني، بس هذا الشيء ما يحكم أكيد، يعني الشهادة لها الأساس والأهم. والله هي الشهادة طبعا سلاح، وسلاح كل شاب وشابة عراقية، بس للأسف تعيينات ماكو، والوضع شوية تعبان، يعني بغير احنا لو بغير بلد كان اختلف الشيء. فالشاب قام يهوى مثلا الشغل، حاليا الشغل اكثر من الدراسه، اكثر من الشهاده، وانما هي الشهاده سلاح. هسه عندنا ولد تقريبا صار له 30 سنه من اخذ الشهاده، يلا تعين 30 سنه صبر 30 سنه يلا تعين. اما هسه الشباب الجيل هسه قاموا يعلمونه، شو يقولوا له؟ يقولوا له اشتغل عوف الدراسة أو عوف الشهادة. ليش؟ لأن ما من وراها شيء، إحنا هذا كليته من وراء الحكومة ومن وراء الوضع ومساوي البلد.
يعني اليوم احنا اكيد مع العلم والشهادة، بس الواقع يعني ده يخلي الكثير من الشباب اليوم يتذبذبون بالتفكير بموضوع الدراسة. يقول لك أنا خل أشتغل، يعني الحياة ومصاريفها زادت وصارت الظروف أصعب، يعني ظروف المعيشة جدا صعبة وأكو ناس هواية ظروفها صعبة، فيقول لك أنا خل أشتغل هسا لأنه العالم هواية متخرجين دا أشوفهم قدامي وما محصلين شيء. مع الأسف هذا واقع. فبدأ اليوم الشباب بيقول لك أوكي أنا إذا أقدر اليوم مع دراستي أبدي أشتغل من هسة، أو إذا لقيت شغل راح أتشلب به. احتمال بعض الشباب الكثير منهم اليوم يقصرون بدراستهم في سبيل لأنه هو بده يشتغل لأنه لقى شغل ما يريد يفرط به. يعني الشغل أبداً مو عيب، العيب أنه أنت تقعد، العيب أنه أنت تظل تندب حظك، العيب أنه أنت تظل تفكر بالتعيين. اليوم الشباب وصلوا لمرحلة وعي أنه حتى إذا ماكو تعيين أنا اليوم أصنع فرصتي بنفسي وأصنع مشروعي من أشياء بسيطة. بس اللي يقهر واللي يخلي الشباب اليوم الواحد ينقهر على نفسه، مثل ما ذكرت البنية بالاستطلاع أنه اليوم هو مخلص شهادة وتعبان على نفسه وأهله تعبانين عليه، لكن ده يشتغل حمال مو عيب، بس هو تعب كل هذا التعب وأهله تعبوا كل هذا التعب وهذه المصاريف وسنين والقعدة من هو طفل لحد ما كبر وتخرج وتعب على نفسه وعلى دراسته، بالأخير يريد شغل يعني يكون نفس قيمة تعبه طول هاي السنين وقيمة تعب أهله. طيب إذا اللي عنده شهادة اليوم يشتغل حمال، لعد اللي ما عنده شي يشتغل. يعني مع الأسف اليوم دا نشوف همينة أكو ناس هواية ما مخلصين شهادات ودا يشتغل شغل لازم واحد مخلص الشهادة الجامعية الفلانية. يلا طبعا احنا نحترم العمل مهما كان، ومثل ما قلت لكم العيب انه واحد يبقى يندب حظه وما يشتغل. مهما كان العمل هو عمل بالنهايه، افضل من انه يبقى قاعد او حتى للبنيه انه تبقى قاعده، طبعا بما يتناسب مع قدرات البنات ايضا. اليوم وليد ميثم هو ضيف حلقتنا لهذا اليوم. وليد تخرج من الجامعة حال الكثير من الشباب ونال بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية الرافدين الجامعة، صاحب مشروع بسيط لم يقف مكتوف الأيدي، إنسان طموح وفتح مجمع شهادتي الجامعية حاجة بلف حاجة ب500 لبيع الأدوات المنزلية. قبل ما نتحدث مع ضيفنا اللي راح يكون موجود ويانا، خلونا نشوف هذا الفيديو البسيط اللي يخصه ويخص عمله. بعد 16 سنة دراسة وتعب، حرها صيفها شتاها بمطرها، شهادتي أخذتها وتخرجت بكالوريوس إدارة أعمال، ما استفاديت من شيء. فكرت شو أسوي؟ فتحت محل بداية مخطط سميته شهادة الجامعية. موضوع مش بي خسائر هواية، فصارت بأنه فكرة ثانية فتحت بيها عاجلة حاجة 500 باسم شهادتي الجامعية. طبعا بداية نعتذر عن الخطأ اللي صار، اسم الضيف هو ميثم وليد وليس وليد ميثم. طبعا هو راح يكون موجود ويانا، مساء الخير عليك. نور، اهلا وسهلا.
ميثم، احكي لنا اكثر عن تجربتك هذه. طبعا بدايه انا يعني حابه اقول لك عاشت ايدك وعافيه عليك، انه انت مو من ضمن الناس اللي ظلوا يندبون حظهم وينتظرون التعيين، بل صنعت فرصتك بايدك رغم انه الموضوع بعيد عن اختصاصك، وانت شاب جامعي وتطمح الى شيء، تطمح انه شهادتك تخدمك. فاحكي لنا اكثر عن مشروعك. طبعا مشروعي بديته بفكره، تخرجت استلمت الشهاده، سحبت هواي، سويت هواي سي فيات، هواي دزيتها، ما كان يجيني رد مناسب. ففكرت شلون استفاد من عندها، فاجى ببالي هذا الاسم، فسميت بالبدايه فتحت محل مخضر، سميته باسم شهادتي الجامعيه. وراها صارت الفكره، حبيت اطورها، وموضوع المخضر شويه صعب وما قدرت بانه اكمل فيه، فسويت مواد منزليه. حاولت محاوله ثانيه؟ اي طبعا محاوله ثانيه، فخليت الاسم نفسه بس غيرت المحتوى اللي ابيعه. اولا اسم غريب، وثاني شيء على مود احس بانه شهادتي راح تسوي لي فد شيء، وصراحه هم اسم يجذب انتباه للعالم. صحيح. فبديت بالموضوع ومشوا الحمد لله والشكر. الحمد لله. طيب بالبداية قبل ما تتخرج وكنت بعدك بالكلية ودا تدرس ودا تتعب، شو كان طموحك من شهادتك؟ كانت هواي أحلام. احكي لنا شوي على أحلامك. يعني كانت ببالي أنا وأصدقائي بأنه نفتح بأنه أي شركة ونديرها كنا سوا ونطور من الموضوع. بس من تخرجنا انصدمنا بالواقع والصعوبات اللي لازم نواجهها. مثل شنو هذه الصعوبات؟ يعني كل شيء، مثلا ابسطها حتى المعاملات اللي مثلا تريد تسوي اي شركه او شيء، تحتاج من عندك راس مال معين، يحتاج من عندك هواي شغلات، يحتاجون من عندك خبرات، يحتاجون هواي امور بالمعاملات. طلبات تعجيزيه. صحيح. يعني لازم اذا طب انت استواك متخرج وتريد مثلا تفتح اي شركه، لازم تجيب شخص صاحب خبره، راح يجي بانه لازم هو يكون كل شيء باسمه وانت تظل تشتغل وياه. شنو الاعمال اللي قدمت عليها وما لقيت بهذه المكانات عمل؟ شنو كانت اسباب الرفض؟ والله هوايه. يريدون خبره؟ اي طبعا الخبره كانت يعني اول شيء تنطلب، وكان ينطلب هم بوقتها هم صايره اللي وبكل شيء تقدم عليه لازم اكو شغلات موجوده، اللي هي كانت اذا بدايه يعني مشوارنا صعبه، اللي هي مثلا لازم وسيله نقل خاصه، البيت مثلا قريب على فلان مكان، او مثلا تروح تقابل وتعطي السي في مالتك وتشوف المقابله تكون كلش ايجابيه وكل الزينه، بس وراها ما يوصل من عندهم رد. ويقولوا لك نرجع نخابرك. ما كرد نهائيا. طيب اصدقائك اللي كانوا وياك واللي كنتوا تفكرون تسوون هذه الشركه وتطمحون، وين صنع بيهم الدهر؟ كل واحد يشتغل ويا اهله. يعني عندي هواي اصدقاء اللي كل واحد يشتغل ويا اخوه، يشتغل ويا ابوه، اللي يشتغل عندي ولد صديقي ابوه دكتور اشتغل هو ويا سكرتير، يعني مخرج عن الدائره مال الاهل. نعم. فحبيت يعني وراء فتره حبيت بانه اسوي شيء جديد. ففتره بانه اشتغلت بموضوع السياحة والياس أنا بعدنا اشتغل به. بس أنت يعني حالياً ده تشتغل شغلتين يعني؟ أي نعم. أنا حالياً اشتغل هذا المجال السياحة. عندك؟ نعم. المحل اللي عندك الشغلة الأولى والشغلة الثانية؟ والشغلة الثانية اللي هي بمجال السياحة، اللي هي بالبداية كان موضوع يعني هواية حب سفر، ووراها تطور صار الموضوع بأنه صار عمل ثاني إلي. شنو تشتغل بالضبط بمجال السياحة؟ أنا حالياً أشتغل بشركة النيزك السفر والسياحة، أشتغل هذا مو إعلان. لا، موظف مبيعات. نعم. أي. يعني باختصار حتى من صنعت فرصتك اشتغلت بشيء ما له علاقة باختصاصك. طبعاً. وحتى من لقيت شغل بشركة أهلية فهمينا مو باختصاصك. أي. شكراً لك وشكراً لأنه أنت مثال إيجابي جداً. أنه ما خليت الموضوع يوقف عند اختصاصك بالشهادة الجامعية، وما خليت الموضوع يوقف عند التعيين، بل صنعت فرصتك بنفسك لحد ما أصلاً لقيت شغل بمكان أهلي. شكراً لوجودك ويانا. شكراً.
طبعا نرجع للتعليقات، تعليقات الناس وآرائهم اللي توصلنا من السوشيال ميديا. رأي آخر يقول أنا أصلا ماكو شيء، يعني ما أشوف أكو شيء اسمه هسه بوقتنا الحاضر يتم التعيين في اختصاصك اللي أنت دا الدرسة. أيضا آراء أخرى ورأي آخر يقول متخرجة أو متخرج من 12 سنة ولا تخصصي إلى تعيينات، واشتغلت 3 سنوات بغير اختصاص وتركت. رأي آخر يقول الشهادة صايرة تحصيل حاصل وضرورية، لأن صارت الشهادة مطلوبة حتى إذا أحد يريد يشتغل بمطعم، وأيضا برستيج من تروح تخطب. فعلا يعني اليوم أنت أول ما تتقدم لفتاة أول شيء راح يسألوك أنت شو مخلص، حتى إذا الولد ده يحكي لأهله عن بنية يريد يتقدم لها راح يسألون أنه هي شو مخلصة، لأنه يمكن تعتبر الشهادة هي معيار لثقافة الشخص، معيار لمستوى الاجتماعي، ممكن ما أعرف شلون يقيسوها بالضبط، تختلف من شخص إلى آخر. لكن مثل ما قلت لكم هي صايرة فتشي بديهي ومفروغ من عنده، أنه أنت اليوم عندك شهادة جامعية وراها تبدي أنت تصنع فرصتك أو تنتظر الحياة تنطيك فرصة أنت وشطارتك. عندنا رأي آخر يقول أني هندسة برمجيات والأول على القسم، وقالوا يعينون الأوائل وماكو، وسنتين أراجع، كملت ماجستير وهم ماكو تعيين. هاي مثل اللي قلت لكم يا قبل شوية، أنه اليوم واحد من يظل يسعى للتعيين والعمل وما يلقى يبدي يقول خلا خلص ماجستير، لبين ما يخلص الماجستير بلكت يلقى شغل وهمينا ما يلقى. عندكم رأي آخر يقول أنا هندسة ميكانيك متخرجة صار 10 سنوات وماكو تعيين. رأي آخر من نور تقول تخرجت واشتغلت بشهادة بس مو باختصاصها، يعني اشتغلت من خلال شهادتها بس مو باختصاصها. أيضا رأي آخر يقول أنا توظفت بفترة خطرة بإعدادية وبعدين كملت بكالوريوس أثناء الوظيفة بس أيضا مو من ضمن اختصاصي. رأي آخر يقول والله تخرجت وقاعدة وفاقدة الأمل من التعيين. رأي آخر يقول أنا خريج إدارة واقتصاد وأشتغل عقد بقسم القانونية. أيضا رأي آخر يقول أنا خريج علوم بايو وأشتغل بمطعم. رسالة أخرى تقول أنا والله خرجت بكالوريوس وماكو تعيين واشتغلت بالقطاع الخاص بأكثر من مكان وشغل مختلفات تماما عن اختصاصي. رأي آخر يقول أنا صار سنتين من تخرجت ودا أعاني، أريد أشتغل أريد أعتمد على روحي، مليت من التفكير بالمستقبل. يعني بعض الناس يقولون يمكن إحنا ببغداد شوية عندنا زخم سكاني وكثرة بالناس المتعلمة واللي مخلصة بكالوريوس وهذه الأشياء، فيمكن تقل فرص العمل. بس دا نشوف أيضا همينا بالمحافظات نفس الشيء، ماكو هذه الكثرة والزخم السكاني، بس همينا ماكو لا تعيينات ولا شغل بالقطاع الخاص. وأيضا حتى اللي دا يلقى شغل بالقطاع الخاص فدا يكون يا أما باختصاص يختلف عن اختصاص الجامعي، يا أما يكون براتب قليل جدا، لكن هذا كله أفضل من أنه الواحد يستسلم ويقعد بالبيت وينتظر التعيين. تقدر تقبل بأي شغل مناسب لك نوعا ما لبين ما أنت تقدر تصنع فرصتك، لبين ما أنت تلقى عمل أفضل. يعني حقهم شوية الشباب اليوم ييأسون يفقدون الأمل، لكن هذا مو مبرر أنه أنا اليوم أظل قاعد وأنتظر فقط فشي اسمه تعيين. يعني أنا من أتخرج حاط نصب عيني خلينا نقول التعيين، وإذا مو تعيين ما أشتغل، هذا الشيء جدا خطأ.
يعني أكون فخورة جدا بكل بنية اليوم مجرد ما هي قاعدة بالبيت تبدي تفكر وتصنع فرصتها تفتح بيج أونلاين. صحيح كثرة البيجات وكثرة المنافسة، لكن هو رزق من الله، بس على الإنسان اليوم أنه يسعى. ممكن مثل ضيفنا اليوم يصنع فرصته، فتح محل مخضر بس شاف أنه يعني ما مشى وياه الموضوع وما قدر يكون يعني يكون هذا شغله فعلا ويجيب من عنده مردود مالي وربح، شافها شوية صعبة عليه أو مو كل شيء يعرف بيها. فنعم يعني سوى ما استسلم وقال خلاص أنا جربت أنه أفتح مشروعي وإلى آخره بس ما نجحت وما فادني الموضوع ومدى أقدر، فأنا راح أصفط وأقعد وأنتظر التعيين لو أنتظر ألقى شغل بشركة. لا، حاول محاولة أخرى. ودائما يقول لك من تشوف مشروع ناجح كن على ثقة أنه قبل هذا المشروع اللي تشوفه قدامك الناجح أكو قبله فد 5 مشاريع فشل بيها هذا الشخص لحد ما وصل لمشروع اللي ينجح به واللي يجيب له المردود المالي. رأي آخر يقول الموضوع عنوانه بسيط بس شرحه كبير، البطالة المقنعة انتشرت بكثرة بعد عام 2003. رأي آخر يقول أنا بكالوريوس إعلام إذاعة وتلفزيون. هذا قرينا. نقرأ رأي آخر، هذه قضية أخرى يمكن بس متعلقة شوية بموضوعنا اليوم. يقول أو بنية تقول إن رفضت من قبل الجامعة لأنه أني عندي إعاقة. يقولوا لي شروط القبول للطالبة يكون سليم. والله حرام أني وين أروح؟ يعني يا ريت البنية تتواصل ويانا حتى نعرف تفاصيل أكثر وحيثيات أكثر حول موضوعها، ما نقدر نجزم. رأي آخر يقول يعني أني مثلا متخرج هندسة طيران وأشتغل مهندس ميكانيك بموقع ما له علاقة أصلا بشهادتي. آخر رأي ويانا يقول أنا تخرجت هندسة مدني وما حصلت تعيين، وبعدين اشتغلت بمصرف أهلي ودرست إدارة واقتصاد وهمي لحد الآن ماكو تعيين. طبعا موضوعنا يطول فيه الحديث ونشوف أكو معاناة مشتركة بين الشباب، لكن مثل ما قلت لكم اصنعوا، حاولوا تصنعون فرصتكم وما نخلي فقط ببالنا التعيين فقط. مشاهدينا راح ننتقل وياكم إلى جزء آخر من حلقتنا لهذا اليوم بعيد عن محورنا لكن مهم لصحتنا، مع الكابتن داليا تمارين صحية ورياضية للحفاظ على صحة الجسم وأكيد نصائح بالتغذية. خلونا نشوف فقرة الرياضة. شكرا للزميلة إلا، مرحبا بكم مشاهدينا بفقرة الرياضية وياكم كابتن داليا. أغلبنا حاب يحصل على رشاقة وبنفس الوقت يحافظ على وزنه، لذلك راح أقدم لكم اليوم بعض النصائح الصحية والتمارين الرياضية اللي نقدر نسويها بالبيت وبالتالي راح نقي أنفسنا من الأمراض، أمراض السكري، القلب، أمراض السرطان، ونحرك الدورة الدموية مالتنا ونحصل على جسم صحي سليم. ومثل ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم. طبعاً لازم قبل ما نبدأ تمارين الرياضية نسوي حركات إحماء بسيطة للجسم وبالتالي ما رح نتعرض لأي إصابة أو تمزق بالعضلة. نبلش بمشي خفيف، نقدر نأخذ المشي 5 دقائق. عافية عليكم. كمل المشي. سوي جنب شوية. ممتاز. نبدي 1 2 3 4 5. عافية عليكم. نظل مكملين مشي. اوكي، سوي دوران بسيط للأكتاف. تمام، للخلف، للأمام. عافية عليكم.
اوكي بلش محميه معصم اليد ايضا ممتاز ننزل سكوات نزول بسيط مصعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ممتاز كمل مشي نقدر ناخذ الاحماء قبل التمرين لمدة 10 دقائق بعدين نقدر نبلش تماريننا الرئيسية عضلاتنا راح تكون جاهزة وحامية أيضا مثل ما قلت لكم ما راح نتعرض لأي إصابة راح نبلش بهالشكل هذا تمام ممتاز نبلش نلعب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناخذ بشكل اسرع 1 2 3 4 5 ممتاز عفا عليكم نفس الشيء بس رجلينا تكون لورا اوكي نبلش 1 2 3 4 5 ممتاز اوكي بعد ما خلصنا نسوي دوران بسيط للرقبة نحاول نسحب تمارين اليوم راح تستهدف منطقة البطن هاي التمارين راح تساعدنا على التخلص من الدهون اللي موجودة بمنطقة البطن أو مثل ما نسميه إحنا الكرش نبلش بالتمارين رجلينا تكون بهالزاوية اوكي ايدينا هنا نسوي كرانش على البطن ايش قد ما نقدر نحاول نقلص بطننا نضل فوق شوية تمرين كلش سهل نقدر نسوي بالبيت ممتاز نبدأ بالعد 1 2 3 4 5 نرفع رجلنا نسوي 5 عدات ايضا 1 2 3 4 5 6 عافية عليكم نسوي رجلينا بهالشكل نبلش 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ممتاز عافية عليكم حنخلي رجلنا بهالشكل اوكي نحاول قد ما نقدر نقلص البطن بلش 1 2 3 4 5 6 في عليكم ناخذ الجهه الاخ 1 2 3 4 5 6 ممتاز حنبلش تمرين اخر ايضا راح يشغل لنا عضلات البطن نتخلص من الدهون بلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هسه راح ناخذ تمارين للي يعانون من آلام أسفل الظهر يقدرون ياخذوها بالبيت راح تخفف عليهم آلام أسفل الظهر ايدينا بهالشكل رجلينا بهالزاوية ونرفع الجلوتس مالتنا هذا التمرين هيشتغل على اللور باك أسفل الظهر وراح يشتغل أيضا على عضلات الجلوتس نبدي 1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 10. تقدرون تاخذون هذا التمرين 15 عدة على 3 مرات، بس نفس الشيء بس نرفع رجل واحدة. هنبلش 1 2 3 4 5 6 7. عافية عليكم، اشتغل على الرجل الثانية. بدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ممتاز. ننتقل تمرين آخر راح يشغل لنا عضلات الجلوتس أيضا بهالشكل، شلينها تكون. نحاول إيش قد ما نقدر نقلص عضلة الجلوتس مالتنا. نفتح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اشتغل الرجل الثانية أيضا بهالشكل هذا. 1 2 3. نحاول قد ما نقدر نخلص الجلوس مالتنا. 4 5 6 7 8 9 10. ننتقل للتمرين الأخير، أيضا راح يركز على عضلات الجلوت. بدينا هنا نصعد، خلص الجلوت مالتنا. 1 2. أخذ التمارين هذه بتركيز وبطء حتى نحصل على نتيجة حلوة. اوكي 3 4 5 6 7 8 9 10. ممتاز. تقدرون تاخذون هاي التمارين 3 إلى 4 مرات بالاسبوع. تحتاجون فقط الى مساحه فارغه بالبيت. تاخذون كل تمرين من 12 الى 15 حده على 3 إلى 4 سيتات. أقدم لكم اليوم عصير الخضار الصحي اللي له فوائد كثيرة على الجسم، منها يعطي نضارة للبشرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي وإي، وأيضا راح يساعدنا على التخلص من الدهون تحديدا الكرش اللي أغلب العراقيين يعانون من عنده، وأيضا راح ينطينا إحساس بالشبع لمدة أطول، وراح يساعدنا من التخلص من السموم الموجودة بالجسم بشكل أفضل. يساعد شرب عصير الخضار الصحي على تقليل ومقاومة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، منها أمراض الزهايمر والسرطان وغيرها. ولازم نشرب هذا العصير بانتظام وندخل وياه أنواع أدوية الكوليسترول وأدوية الضغط ومميعات الدم، لأنه ممكن يتفاعل ويا هذا الدواء ويبطل مفعول هذا الدواء أيضا. لذلك اشربوا هذا العصير بانتظام. وأيضا الكثرة من عصير الخضار ممكن تسبب لنا مشاكل بالكلى، لذلك أخذوا هذا العصير 3 إلى 4 مرات بالأسبوع كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية. أما طريقة تحضير عصير الخضار الصحي، أغلبنا عندنا خلاط كهربائي بالبيت، لذلك بالخلاط الكهربائي نخلي شوية كرفس، شوية جرجير، شوية من أوراق السبانخ، ونخلي نص خيارة، نص تفاحة خضراء،
نقدر نخلي أيضا قطعة صغيرة من الزنجبيل حسب الرغبة، وكوب من الماء وعصير نص ليمونة، ونخلطهم بالخلاط الكهربائي. لكن قبل ما تسوون هذا العصير أحرصوا على أنه تغسلون الخضروات بشكل كلش زين حتى نتخلص من البكتيريا والجراثيم اللي تكون عالقة على الأوراق، وتقدرون تشربون هذا العصير. وألف عافية، شكرا لكم. هذه عودة للزميلة إلا في الاستوديو. شكرا لكابتن داليا على النصائح اللي تخص الصحة والتغذية، وأيضا على تمارين الرياضية. طبعا راح تكون ويانا كل أسبوع بفقرة، خلال الأسبوع الواحد راح تكون بفقرة من إحدى الفقرات، وأيضا راح تكون ويانا فقرة الفاشن بالإضافة إلى الأبراج واليو اس بوكس أوفيس. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأيضا كل حلقة راح يكون عندنا موضوع اجتماعي، راح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على السوشيال ميديا. أيضا موضوع حلقتنا القادمة راح يكون اللي يتعلق بالعلاقات اللي تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي، هل تؤدي إلى زواج وارتباط أم تؤدي إلى مشاكل وإلى آخره، يعني العلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حب أم وهم. نلتقيكم غدا على خير إن شاء الله في نفس التوقيت. إلى اللقاء.